مشاهدينا اهلا بيكم في تغطية جديدة ولايف جديد. ما زالت قضية سرقة فيلة كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول محمد صلاح بتشغل حديث كتير جدا من الناس وكمان على مواقع التواصل الاجتماعي. امور جديدة حصلت في القضية دي وتم العثور على الجناة والسارقين وتم استجوابهم وهنوافي حضراتكم في تغطيتنا بكافة التفاصيل. أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة مسكن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ولاعب ليفربول محمد صلاح، حيث ورد بلاغ من 12 من شهر مارس الجاري من مدير أعمال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد صلاح باكتشافه سرقة منقولات من داخل مسكنه. وبشرت النيابة العامة التحقيقات اللي أوضحت أنه تبين بعثارة محتويات المسكن وأثار دخول من النافذة وسرقة مبلغ نقدي وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم إفريقيا عام 2017 وجوائز تذكارية وملابس رياضية وأجهزة إلكترونية خاصة بيه. وخطبت أيضا النيابة العامة شركات المحمول لتحديد بيانات الأرقام اللي تواجدت بمسرح الواقعة بالتزامن مع توقيت ارتكابها، كما كلفت الشرطة بإجراء تحرياتها حول الواقعة واللي تمكنت من تحديد هوية 3 متهمين بارتكابها، فتم ضبطهم تنفيذ لأمر النيابة العامة الصادر، وكمان كان بحوزتهم المسروقات. وباستجواب المتهمين فيما هو منسوب إليهم أقروا بارتكاب الجريمة، وسبق عمل أحدهم غفيرا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف وارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه بخلو المسكن من سكانه باتفاقه مع واحد من المتهمين على ارتكابها، فقصد المسكن وتمكن من فتح إحدى نوافذه وسرقة بعض منقولاته، وبعدين كمان مشيوا وسابوا البيت وكانوا بيحاولوا ان هم ياخدوا انبوبة لكن ما قدروش يشيلوها عشان كانت ثقيلة جدا. وحجز المتهم بإخفاء المسروقات وجاري استكمال بقية التحقيقات. وبالعودة سريعا إلى تفاصيل الواقعة اللي بتعود اليوم 12 مارس الجاري، حيث أبلغ مدير أعمال محمد صلاح بالقاهرة باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب الموجودة بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة. وبعد إجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين إن هم كانوا شخصين أحدهما سبق لي العمل كفرد أمن بالمجمع السكني اللي حصلت فيه السرقة، والاثنين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي وقعة سرقة الفيلا بعد مرور 46 ساعة فقط على البلاغ وإعادة المسروقات، وبحسب شهادة المبلغ وهو أحد أقارب محمد صلاح إنه أثناء مروره على الفيلا لاحظ كسر في الشباك، فدخل الفيلا ووجد محتويات إحدى الغرف مرمية، وتبين سرقة 3 أجهزة ريسيفر من الغرفة. وعندما وصل رجال الأمن وجدوا أنبوبة بوتاجاز في حديقة الفيلا حاول السارق حطها لكن تركها بسبب ثقل حجمها. بكده تكون انتهت تغطيتنا، شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.